عندما نبدأ القصف سوف يستدعي السوريون حلفائهم إيران وروسيا. الآن دعوني أرى إذا ما كنت أفهم هذا. نحن نسعى لضرب سوريا بسبب اعتداء كيميائي مزعوم سيؤدي إلى مخاطر مواجهة مرتقبة مع إيران وروسيا في تحرك سينتفع منه بشكل رئيسي من؟ القاعدة؟ لا أحد يحترمنا، لا أحد يهابنا، هذا ما فعلته بنا. لكن يتعين علي أن أقر لك بشيء، أنت محق، مصداقيتك ليست على المحك. مع كل احترامي ليس لديك مصداقية، والآن تريد الاختباء خلف الكونغرس كي تتمكن من اتهامهم لعدم قدرتك على التحرك أو للقول بأنه يمكنك التحرك بالاتجاهين. ما جوهر هذا كله؟ إنها ساعة الهواة في واشنطن، حياة الأمريكيين في الميزان. نحن أمة مرهقة من الحروب حتى أنت تقر بذلك. نحن متعبون من إراقة دماء شباب ونساء أمريكيين في جزء من العالم يحتقرنا. وإذا ما كنت مستاء لهذه الدرجة من قتل الأطفال كي ترسلنا إلى أزمة أخرى، هل تضمن أن صواريخ توماهوك التي تزن 1000 باوند والتي ستسقطها على سوريا لن تقتل الأطفال؟ انظر إلى هذا، هؤلاء هم المسلحون السوريون الذين تسعى للوقوف بجانبهم، هم يقتلون الشبان الصغار. انظر أسلوب الإعدام، لا يمكنك أن تفقأ عين النمر بعصا وأن تتوقع من النمر أن لا يرد. المعارضون الذين تريد دعمهم هم القاعدة، أنت تذكرهم، فهم قاموا بتدمير البرج العالمي على بعد عدة مبان من هنا. أتذكر أنك قلت بأنك لن تدخل في حرب إلا إن كان هناك ما يهدد الأمن القومي؟ ما القضية التي قدمتها؟ بحسب ما تبين لي أن الأسد لم يقم أبدا بالاعتداء عليه. وبالمناسبة، ألم تنتخب كرئيس ضد الحرب؟ تريد منا أن نثق بك، لكنك غير قابل للتصديق، غير واضح. لماذا يجب على الأمريكيين أن يسلموا لقدرهم بأن ما تقوله حقيقي؟ ليس هناك نهاية للعبة، ولا يمكننا أن نتحمل، ولا نريد حربا عالمية ثانية. وبالحديث عن هذا، ألم تفز بجائزة نوبل للسلام؟ نعم، أنت من فاز، قم بإرجاعها.